السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. بنعمل اسرع كيكة النهاردة، بعملها الصبح بدري عشان يلحقوا يفطروا بيها قبل ما ينزلوا. دول 4 بيضات، حطيت عليهم كوباية كبيرة زيت، هنزل بالزيت والبيض في ايا كان بقى. هجيب السكر، معلش ايدي، هحط كوباية كبيرة، كوباية وربع سكر طبعا عشان عارفه المقادير. هنزل بنص كوبايه لبن. كيكه حلوه قوي، بس انا عامله لهم شكل جديد النهارده، هتفاجئهم بيه وهما بيفطروا. حط نص كوبايه لبن وهنضرب الحلو ده كله. بعد ما نضربه نزله في الطبق ونشوف هنشكله ازاي. هنا يا قلبي ضربت الخليط خلاص، ماشي. هبتدي انزل بالدقيق والبيكنج باودر، خلاص اهو نقلب بس كده عشان يختلط. بصوا شكله جميل جدا، منتج جميل. ابتدي انزل بالدقيق، دي حسب ما ياخد مني، انا عارفه المقدار. انا حطيت كوبايه لبن على 4 بيضات على كوبايه كبيره زيت. حط ذره ملح، هنحط كيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر، هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نقلب. هفضل بقى احط دي كده واقلب لحد ما يديني السمك اللي انا عايزاه. معلش هي اسرع كيكه النهارده الصبح سريعه، ما كنتش عايزه احط حتى الحامل بتاع الموبايل، قلت اشتغل فيها على طول. دي كده من حدود من 2 لـ 2.5 كوباية دقيق. الاستخدامات، جميع الاستخدامات للكيك، بس انا بحب اجيب جميع الاستخدامات ان انا ببقى مش عارفة انا هستخدم فوق ايه. خلاص كده افضل اقلب بقى لحد ما اظبط الخليط وارجع لكم تاني. بصوا يا قلبي انا خلصت الخليط خلاص، مش هحطه على طول في الصينية. انا هقسمه ربع، هحط ربع، مش هحط كتير، ربع بس عشان انا هلون الكيك، وربع تاني هنا، والحجم الاكبر هعمله بيضة ابيض. فهمتوني؟ الحجم الابيض هعمله ابيض، الاكبر هعمله ابيض. خلاص ادي اهو، دي الوان بنشتريها من محلات الحلواني، في جل وفي سائل زي دي، انا جايبها جل. هحط نقطتين ابيض، سوري احمر، تبقى حلوه قوي، الاولاد بيفرحوا بالحاجات دي، تبقى جميله. دي ب10 جنيه، بنستخدمها في التورتات، بنستخدمها في حاجات كتير، انا بعمل بيها حاجات كتير. هحط هنا اخضر، ماشي. هنقلب ونشوف الوضع ايه، لو احتاجت لون تاني هنحط، ما احتاجتش خلاص. لو احتاجت نزود شوية لبن هنحط، ما احتاجتش خلاص، هي مش محتاجة خلاص كده. حلو قوي. اي محل حلواني اللي في العتبة، الاونلاين، اي حد بيبيع خامات حلواني هتلاقي عنده الالوان دي، في الوان جل وفي الوان سايلة. الجل ب15، فرق بس 5 جنيه، ودي ب10 جنيه. بصي انا عايزه الاحمر غامق سنه، مش عايزه الاحمر فاتح كده. الحاجات دي مش مضره يا جماعه، مش مضره. انا قبل كده من سنين نزلت الكيكه دي في صفحتي. بصوا هيديكي لون احمر حلو، مش بينك، مش بامبا، لون احمر غامق حلو. خلاص هنجيب بقى القالب ونشوف هنعمل ايه. هنا قالب الانجليش كيك، بصوا نزل الابيض الاول، الابيض الاول، ما تنزليش الملون الاول، تنزلي الابيض الاول. حتى لو بتعملي كيكة شوكولاتة برضو نزلي الابيض الاول.
وهننزل الاحمر، هقسم ده عشان انا هعمل اتنين، نزليه في النص، هعمل صينيتين مش هعمل صينية واحدة. وننزل الاخضر جواها، هو بقى لما بيستوي بيطلع طبقات بيبقى حلو جدا. بس خلاص كده هنحتاج ده للصينية التانية. انا مش هملاها للاخر، بصوا الالوان حلوة ازاي، مش هملاها للاخر عشان انا عايزاها تعلى تبقى الارتفاع بتاعها هنا كده. خلاص هتدخل فرن درجة حرارته 180 رف وسط، تتعمل معاملة الكيك العادية جدا. ماشي يا قلبي، دي الصينية التانية، هعملها صينية زي ما بيقولوا عادي مدورة عادية جدا. هنزل كده بس هنضف بقى، ان دي اخر حاجة، دي اخر صينية فلازم كله يبقى متنضف. في النص ما تنزليش غير في النص، ما تنزليش على الاطراف وما تنزليش غير في النص. لو جت حته شرطه معاكي كده بره في الاطراف مش مشكله، بس هو في النص. هظبطه وارجع لكم. هنا خلصنا الاحمر خالص، شطفت الاسباتيولا، لازم تشطفي الاسباتيولا يا اما تستخدمي اسباتيولا تانيه وبرده في النص، تطلعيش بره النص، هي هتفرد وهتعدل معاها مش مشكلة. بصوا الالوان جميلة ازاي. على فكرة انا لما عملتها قبل كده في القناة عندي، مش في القناة معلش انا اسفة، في الصفحة بتاعتي، عملتها اربع الوان، يعني كان في لون زيادة. انتوني ازاي كان في لون زيادة، كان ازرق، كنت مستخدمة الازرق. بالالوان دي بعمل برضو حوادق وبعمل حاجات كتير جدا، فايه نفرح ولادنا زي ما بيقولوا، نعمل لهم حاجه كويسه كده. هي ان شاء الله مسافه ما تستوي يكونوا ابتدوا قربوا يصحوا. بس هننضف هنا كده وايدي اهي. بس خلاص ممكن سن سكينة رفيع، يجي سكينة رفيع اعملي كده. بصي بالسكينة اطلعي لبره، اطلعي لبره، بصي اطلعي لبره. انتوني ازاي اهي، تفضلي رايحه جايه جراحه جايه كانك تعمليها ورد. هيدخلوا فرن حبايبي، ولما تستوي هنطلعها ان شاء الله. طبعا ننضف اللي هنا ده، 180 درجه الحراره، 180 رف وسط، 35 دقيقه، ان شاء الله تبقى حلوه. ادي حبايبي طلعت اهي، ماشي بصوا طلعت نضيفه اهي، بص حتى في النص اهي مفيش حاجه، استوت بقت زي الفل. هنشوف تبرد خالص، والتانية لسه في الفرن فضلها حوالي 5 دقايق كده، ونشيلها ويبردوا خالص، وبعد كده نقطعهم ونقدمهم. ادي يا حبايبي بعد ما خلصت، بصوا بقى الالوان من جوه شكلها ايه، بصوا شايفين تبقى شكلها حلو ومبهج كده وجميله، بتبقى بصي شايفه هشه ازاي، بصي حلوه جدا وجميله. انا طلعت التانية لسه بتبرد، خلاص تحطها لهم جنب الشاي الصبح يفطروا، بعد الظهر مع كوبايه شاي، ياخدوها معاهم المدرسه، ياخدوها معاهم في اي حته، جميله جدا وشيك قوي وحلوه وسهله وسريعه. ديكو شفتوها، هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف، فرحوا ولادكم بيها ويا ريت تجربوها. وبحبكم قوي قوي قوي، انا حنان رمضان.